السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الف مبروك للي عنده اي حد في ثانوية عامة، ربنا يفرح قلوبكم يا رب بولادكم جميعا وولادنا جميعا يا رب العالمين، ونشوفهم في اعلى المراكز. النهارده يا حبايبي هنتكلم عن رؤيه البصل في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس اللايك يا جماعه عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني ويشترك في القناه ويدعمني. النهارده يا حبايبي هنتكلم عن البصل. رؤيه البصل يا جماعه غير مستحبه، غير محموده، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هما شجرتان خبيثتان اللي هو البصل والثوم، لان ريحتهم نفاذه، ريحتهم كريهه، حتى لو بيقولك لو في صلاه يبعد عن مجلسنا، يعني كله يبعد عننا، حتى ما بتصليش في صلاه الجماعه اللي بيبقى واكل بصل وثوم. تمام. طيب رؤيه البصل دل على افشاء السر، يعني دل لا قدر الله يعني بعد الشرع الفضيحه، وبقى حد عامل حاجه وشوف رؤيه البصل دي يعرف ان ربنا هيفضح الشخص ده اللي عمل العمله دي. تمام. طيب رؤيه لو واحده شافت ان هي ماسكه بصل او معاها بصل، لا قدر الله بصل ناشف احمر او ابيض، لا قدر الله عرفت تعرف على طول ان هي داخله على هم او مشاكل او مشكله كبيره. تمام. طيب لو واحد شاف ان هو معاه شوال البصل او حد بيديله شوال البصل على طول، ده راجل يعني، لو شاف حد بيديله البصل في شوال او معاه شوال البصل، لا قدر الله ده مال حرام، يعرف ان في مال حرام داخل عليه، او هو بيعمل حاجه وهياخد منها مال حرام، يعرف على طول ان الرؤيه ان ربنا بينذرك او بيحذرك ابعد عن الحرام، ده حرام. تمام. طيب لو واحد شاف او واحده شافت انها بتقطع البصل او شافت واحده في المنام بتقطع البصل، تعرف ان دي ست مش كويسه، لانها البصل بيخليك تدمعي، فدي بتبقى دموع تماسيح بتتمسح بتمثل، فدي تبعدي عنها نهائي. طيب لو انت في بيتك وشفت البصل او معاكي بصل جنبك، اعرفي ان انت داخله على مشكله او ضيقه ماديه او حد هيتكلم عليك او في سر هيتفضح، تكون قايله لحد هيقول سرك ده، والله اعلى واعلم، ربنا يحفظكم جميعا. والبصل يا جماعه عامه كله دلل على التعب والمعاناه وافشاء السر، لانهم غير مستحب. اللي رؤيته حلوه فيه لو شفتيه مطبوخ، لانه لما بيتطبخ ريحته بتروح وبيدبل بعيد عنك، يبقى ده زوال هم ومشاكل وضيقه كنت انت فيها، ربنا هيصرفها عنك باذن الله. تمام يا جماعه. طيب لو بنت عزباء شافت البصل في المنام، اعرفي ان البصل ده تصرفي، لو جايلك عريس وربنا وراك الرؤية دي اصرفي نظر نهائي، لانه هيبقى بخيل وكذاب وفضاح وبياخد مال حرام، تبقي تصرفي نظر عنه نهائي، لان رؤية دي ربنا بيوريك ان العريس ده مش كويس خالص، تبعدي عنه، والله اعلى واعلم. ماشي يا جماعة. فدي رؤية البصل لأنها جات لي كتير في التعليقات. البصل الأخضر يا جماعة برضو مش مستحب خالص، لأنه مطلع اللي هو العروق بتاعته دي، فالرؤية بتاعته غير مستحبة، مال طلع حرام، ذرية مش يعني مش هتبقى صالحة لا قدر الله، يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. فرؤية البصل عامة كلها مش مستحبة إلا وهو مطبوخ او طبختي او حطيتيه في الطبيخ، ده زوال بقى الهم المشاكل التعب المرض لا قدر الله، ربنا صرف ونهى عنك الحاجه الوحشه دي، والله اعلى واعلم. يا رب وربنا يبشركم بكل خير يا حبايبي، ودايما يوعدكم بالرؤى كلها الكويسه المحموده اللي ربنا يسعدكم ويبشر قلبكم بيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.